بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب في هذا الفيديو والفيديوهين اللي جايين اشرح لك موضوع الفارماكولوجي اوف سكس هرمونز. السكس هرمونز الحقيقه مش موضوع واحد، هم اكتر من موضوع ومرتبطين ببعض. احنا هنشرحهم ان شاء الله كلهم على بعض دلوقتي، وبعدين اذا لقينا الفيديو هيطول شويه هقسم لك المواضيع عشان يبقى سهل عليك مذاكرتها. هبتدي كالعاده بالفسيولوجي بتاع المنسترال سايكل، لان بدون الفسيولوجي زي ما احنا تعودنا كتير قبل كده، بدون فيسيولوجي مش هتفهم لا فارماكولوجي ولا باثولوجي ولا تريتمنت ولا ميديسن من اصله، لان الفيسيولوجي الحاجه اللي بتخليك فاهم الدنيا او المشكله حصلت ليه، ويبقى منطقي بقى، يعني تبقى انت مجهز نفسيا انك تفهم الدواء هيشتغل ازاي. ثم نروح للاستروجين والبروجستيرون والكونتراسبتيف بيلز. جايز ده الموضوع اللي انت مستنيه، وجايز ده اكتر موضوع احنا لما نحب نسال الطالب الاندر جراديويت نساله في الموضوع ده، في الكونتراسبتيف بيلز او الاستروجين والبروجستيرون. انما لو حضرتك مستواك ادفانسد شويه هنسالك في حاجات يعني اكبر من كده، اللي هي البلوكرز بقى بتاعتهم، اللي هي الانتي استروجين، الانتي بروجستيرونز، والاندروجينز والانتي اندروجين. دول بقوا يعني الى حد ما مواضيع نحب نسال فيها الطالب الادفانسد ليفل او البوست جراديويت. نبتدي على طول بالفيسيولوجي اوف منسترال سايكل، ناخد فيها يعني حاجه بسيطه كده، نقول ما يخصنا يعني الحاجه اللي تلزمنا فيها. انا مش هشرح الفسيولوجي طبعا بالتفصيل كله، انما انا هاخد من الفسيولوجي الحاجات اللي تهمني انا كراجل بتاع فارماكولوجي، انما مش هنشرح كل الفسيولوجي بتاع المينسترال سايكل. قدام حضرتك كده صوره او صفحه احنا مش هنتحرك براها، كل الفسيولوجي هنشرحه هنا. عند حضرتك بلوكين كده او صورت او يعني لونين، الناحيه دي حاجه والناحيه دي، احنا هنشرح موضوعين، الموضوعين يعتبروا مرتبطين ببعضهم او هما يعني حاجه واحده. هايبوثلاميك بتويتري اوفيريان اكسس، ونشرح الايه الموضوع اللي اسمه منسترال سايكل. بالمناسبه هما حاجتين يعني يعتبروا موضوع واحد. ايه الفرق؟ مفيش فرق غير انك لو حابب تشوف الصوره الكبيره خالص للموضوع يبقى هتشرح او هتتكلم على حاجه اسمها هايبوثلاميك بتويتري اوفيريان اكسس، كاننا بنبص للصوره الكبيره من بعيد، انما التفاصيل لو في تفاصيل صغيره يبقى هتتشرح في الايه في الموضوع اللي اسمه منسترال سايكل. ابتدي معاك بالهايبوثلاميك بتويتري اوفيريان اكسس. بالمناسبه تقول اوفيريان تقول جناده، الاثنين صح، لان كلمه جناد هي تشمل التستس في الميل وتشمل الاوفري في الفيميلز. بتبتدي القصه يا شباب من الفوق كده، من البرين، الجزء اللي انت يعني سمعت عنه كتير قوي في الفسيولوجي، الجزء اللي اسمه الهايبوثالاموس. هذا الجزء من البرين هو الجزء المسؤول عن الريجوليشن اوف اندوكراينال فانكشن، يعني حاجات كتير قوي في جسمك مش بس الاندوكراين، وحاجات زي الابيتايت، حاجه زي مثلا التمبريتشر وهكذا. الهايبوثالاموس يبتدي يبعت او بيبعت هرمون اسمه جونادوتروبين ريليزنج هرمون، ينزل على البتويتري جلاند وتحديدا الانتيريور لوب اوف ذا بتويتري جلاند، مش كل البتويتري، يامر البتويتري بتكوين او بريليز تو هرمونز، واحد اسمه فوليكل ستيمولاتينج هرمون او اف اس اتش، والاخر اسمه لوتينايزنج هرمون او ال اتش. دول اسمهم بتويتري جونادو تروبينز. طبعا جونادو اتعرفت، تروبينز يعني المنبه، يبقى هذه هي الهرمونات اللي هتنبه الجونادز سواء في الميل او في الفيميلز. احنا الميل عندنا برضو الايه الهرمونات دي، والفيميلز نفس القصه. اللي حضرتك شايفه ده الاوفري، ولكي لا يحدث تضارب في المصالح ما بين هؤلاء يعني التو هرمونز دول، فهيتفقوا مع بعضهم ان كل واحد يتولى مهمه في الاوفري او مهمه في الديفلوبمنت او في الريجوليشن اوف ذا اوفيريان فانكشن. يجي الاف اس اتش يقول له سيب لي انا الايه الاسبوعين الاولانيين من السايكل. انت عارف ان المينسترال سايكل في الفيميلز مدتها تقريبا 28 يوم او في المتوسط يعني 28 يوم او 4 اسابيع. فيجي الاف اس اتش يقول انا هاخد الاسبوعين الاولانيين يبقوا دول مسؤوليتي، ويجي ال ال اتش يقول له عداك العيب انا هاخد الاسبوعين التانيين يبقوا مسؤوليتي. يبقى كده ايه، كل واحد خد اسبوعين تقريبا، هو الرئيس بتاعهم، هو الكوماندا، هو المسؤول عن الاسبوعين دول. يجي الاف اس اتش في الاسبوعين الاولانيين يستلم حاجه اسمها الاوفيريان فوليكلز. انا هكلمك بالتفصيل عن الفوليكلز الناحيه دي اما اجي للايه للمنسترال سايكل، وهكلمك عن الديفلوبمنت بالتفصيل. كل اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان الاف اس اتش هيجي على الاوفيريان فوليكل الصغيره اللي هي البرايمورديال، ويعمل لها ديفلوبمنت، يعني يعمل لها يزود حجمها ويعمل لها تشينجز كتيره، ويوقفها عند مرحله انها تبقى جاهزه لان يحصل لها رابشر ويحصل اوفيوليشن، لكن دوره ينتهي عند هذا الحد.
تقريبا كده وصلنا للايه لليوم ال 14. يعني هو في خلال الاسبوعين عمل الحكايه دي، خد الاوفيريان فوليكلز الصغيره خالص البدائيه اللي اسمها برايمورديال فوليكلز، عمل لها ديفلوبمنت ووصلها زي اللي بيجهز العروسه كده، وصلها لانها تبقى ماتيور جرافيان فوليكل وجاهزه لان يحصل لها رابشر واوفيليشن وهكذا. يجي ال ال اتش يستلم منه عند اليوم ال 14 تقريبا اللي هو الميد سايكل، يبتدي قصته بانه يقوم مفرقع الجريفيان فوليكل ومطلع الاوفم اللي المفروض هيحصل لها فيرتلايزيشن، وما يتبقى من الجرافيان فوليكل اللي هي الخلايا المحيطه بها اللي برضه هكلمك عنها بعد شويه، البقايا دي اسمها كوربس ليوتيم. ال ال اتش يحافظ عليه، يعني يقول له لا انت ليك وظيفه الاوفم، مش معنى ان الاوفم ان احنا يعني هي دي اللي حصل لها فيرتلايزيشن يبقى دي المهمه، لا انت كمان البقايا بتاعه الخلايا اللي كانت حوالين الاوفم دي دي مهمه جدا واسمها كوربس ليوتيم. ويفضل البروجيس ال اتش محافظ على هذا الكوربس ليوتيم لهدف هقول لك عليه دلوقتي. اثناء ما الفوليكل بتنمو في الاسبوعين الاولانيين وبيحصل لها ديفلوبمنت، بتعمل ريليز او بتصنع الهرمون الرئيسي اللي اسمه استروجين كده في الاسبوعين الاولانيين. انما في الاسبوعين التانيين اللي هم تحت سيطرة وادارة ال ال اتش، هذا الكوربس ليوتيم اللي قلت لك عليه ده ال ال اتش بيحافظ على كونه يفضل صاحي وموجود وما يموتش علشان يفرز او يعمل لنا سكريشن للهرمون اللي اسمه بروجستيرون. البروجستيرون والاستروجين لهم وظائف بقى كتير هنتكلم عنها بعدين دلوقتي لما نروح للايه للفارماكولوجي. انما اللي عايزك بس تفهمه انه انا طبعا الرسمه دي يعني انا عاملها للتبسيط، مش معنى ان انا بقول لك ان الفوليكلز في الاسبوعين الاولانيين بتطلع استروجين يبقى استروجين بس، لا هي بتطلع استروجين وبروجستيرون، لكن الاستروجين هو الاساسي، هو يعني هو الهرمون اللي بيطلع اكتر. برضو نفس القصة هنا في الكوربس ليوتيم، مش معنى ان انا بقول لك الكوربس ليوتيم في الاسبوعين التانيين اللي هم ما بعد الاوفيوليشن بيطلع بروجستيرون يبقى بروجستيرون بس، لا بيطلع الاثنين استروجين وبروجستيرون، لكن البروجستيرون هو اللي اكتر. ولذلك احنا بس للتبسيط عملنا لك هنا الاستروجين اكتر هنا البروجستيرون اكتر. المفروض بقى الاستروجين والبروجستيرون بعد ما بيطلعوا بالطريقة اللي قلت لك عليها دي، الليفل بتاعهم يا شباب لازم يبقى tightly controlled، يعني لا يعلى ولا يوطى، يعني لازم يكونوا مظبوطين بالمسطره. اي تغير في الليفل بتاع الاستروجين والبروجستيرون اما بالزياده او بالنقص هيعمل لنا مشاكل كتيره وهيعمل لنا ترابلز في المينسترال سايكل، والست دي ممكن تدخل في انفيرتيليتي ومشاكل كتير. طيب الريجوليشن بيجي منين؟ هم نفسهم الاستروجين والبروجستيرون هم نفسهم اللي بينظموا نفسهم، بمعنى انه الاستروجين مثلا لما بيطلع من الاوفرز في ال 14 يوم الاولانيين الليفل بتاعه لو زاد يبتدي يطلع بقى كده يعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك. النيجاتيف فيدباك يعني ايه؟ يعني يروح للبتويتري يقول لها من فضلك خلاص ارحمينا بقى ما عدناش عايزين اف اس اتش، خلاص انا الليفل بتاعي كده مظبوط، ويطلع ضمانا برده زياده في الضمان يطلع على الهايبوثالامس يقول لها برده مش عايزين جونادوتروبين ريليزنج هرمون. من الناحية الأخرى أو الأرم الثاني البروجستيرون لما يزيد يوم يطلع يعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على البتويتري برضو، ويقول لها من فضلك يا بتويتري ما عدتش بقى تطلع ال اتش لأن أنا استويت بقى خلاص يعني الليفل بتاعي كده عالي جدا، وبعدين برضو يطلع على الهايبوثالامس يعمل انهيبيشن للحاجة اللي اسمها جونادوتروبين ريليزنج هرمون. يبقى نحن في حالة مستمرة من البالانس ما بين الريليز أو السنسيسز وبين الفيدباك انهيبيشن. تفضل الست طول ما هذا الاكس اللي قدام حضرتك مظبوط تفضل ايه البيريود عندها والمنسترويشن عندها منظم جدا، الاوفيوليشن منظم، هذه الست فرتايل تقدر تخلف وما عندهاش اي مشاكل خالص. عايز بس قبل ما اسيب الجزء ده انبهك لحاجه صغيره جايز نحتاجها لما انجينا في يوم من الايام نشرح موضوع الانفيرتيليتي وعلاج الانفيرتيليتي. هقول لك معلومه صغيره كانت محيره العلماء. المعلومه دي مصدرها ايه او جايه منين؟ كانوا بيقولوا طيب اللي حضرتك شرحته ده مفهوم، انما احنا مش فاهمين ليه البنت الصغيرة اللي هي ما قبل سن البيوبرتي، ما قبل سن البيوبرتي في البنات بسميه مينارك، السن بتاع البيوبرتي اسمه سن المينارك اللي هو الستارتنج اوف منستريشن. كانوا العلماء يقولوا طيب امال البنت الصغيرة اللي عندها سنتين وثلاثة واربعة ليه ما بيحصلهاش اوفيوليشن اذا كانت الدنيا كده ماشية، وليه يبتدي يحصل الاوفيوليشن والمنسترال سايكل تبتدي تحصل عند سن المينارك او البيوبرتي؟ وجدوا الآتي، وجدوا انه في السن الصغيرة الهايبوثالامس لما بيطلع جونادوتروبين ريليزنج هرمون بيطلعه في صورة بيسموها ستيدي، ستيدي يعني كما لو كان خط ثابت كده.
هذا الخط الثابت او هذا الاستيدي ريليز اوف جونادوتروبين ريليزنج هرمون لا يمكن ينبه البيتويتري ابدا. تفضل البنت من سنوات الطفوله لحد سن البيوبرتي هذا الجونادوتروبين ريليز بيطلع في الصوره اللي بقولك عليها دي، صوره كما لو كان طيار ثابت كده، مش ممكن ينبه البيتويتري ابدا. انما عند سن البيوبرتي عند سن المينارك لسبب ما احناش عارفينه برضو تبتدي الهايبوثالامس تغير الريزم بتاعها، بدل ما كانت بتطلع الجونادوتروبين بالشكل الاستيدي ده تبتدي تطلعه في صوره بيسموها بالستايل، يعني زي كما لو كنت بتعمل بالسس كده، يعني تبتدي تطلع مثلا كميه وبعدين تستنى تقريبا حوالي 90 دقيقه وتطلع مثلا 5 مايكروجرام تانيين 90 دقيقه وبعدين 5 مايكروجرام وهكذا، يعني كل ساعه ونص بتطلع كميه بسيطه ولتكن مثلا 5 مايكروجرام. اول ما الهايبوثالامس تبتدي تغير الريزم بتاعها من الستيدي فورم الى هذا البلسطايل فورم، وكانها اشاره البدء اللي بتروح للايه للبيتويتري تقول لها خلاص ابتدي بقى نبهي الاوفري، البنت وصلت للبيوبرتي ومطلوب نعمل ايه اوفيوليشن. علشان كده حضرتك باذن الله لما اجي اشرح لك موضوع الانفيرتيليتي واقول لك علاج الانفيرتيليتي لو كنا هنضطر ندي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون لاي سبب، ما ينفعش انك تدي الجونادوتروبين حقنه كده او تبقى يعني تبقى التيار بتاعها او يعني الليفل بتاعها مستمر، لا لازم تحط الجونادوتروبين ده في سبيشال بامب، وهذه البامب تحقن زي بالظبط النورمال، تحقن مثلا 5 مايكروجرام كل ساعه ونص علشان ينبه البيتويتري. اذروايز ان ما عملتش كده لا يمكن البيتويتري تتنبه ابدا، بالعكس ممكن يحصل لها انيبيشن. تعال بقى اقول لك بعض التفاصيل اللي الفرصه ما سمحتش ان انا اشرحها على الرسمه دي، اشرح لك بعض التفاصيل الصغيره او ندخل بقى على يعني ايه كاننا بندخل بالايه بالميكروسكوب كده على الصوره الصغيره اللي هي التفاصيل المينسترال سايكل. حضرتك لما عايز او يعني ان كنت عاوز تشرح المينسترال سايكل حضرتك لازم تتكلم على اربع حاجات ان ذا سيم تايم بيحصلوا تايملي او تقول سينكرونس يعني بشكل متزامن. تشرح لي البيتويتري ايه اللي بيحصل فيها مع ايه اللي بيحصل في الاوفري ان ذا سيم تايم، وايه اللي يحصل للسكس هرمون في نفس الوقت، ثم اليوترس او الاندوميتريوم. الاربع حاجات دول لازم حضرتك تشرح لي الاحداث اللي بتحصل، وهو ده المجموع الحاجات دي هي دي اللي اسمها منسترال سايكل. نبتدي بالبيتويتري من فوق لان هي القصه كلها. البيتويتري زي ما قلت لك هتبتدي تطلع ايه الهرمون اللي اسمه اف اس اتش والهرمون اللي اسمه ال اتش اللي اسمهم بيتويتري جونادوتروبين اللي كلمتك عنهم دول. لكن في النص الاولاني من السايكل، النص الاولاني من السايكل انا هعتبره اللون الاصفر ده، هعتبر دول اسبوعين وهعتبر دول اسبوعين، يبقى كده المجموع الاربع اسابيع. في الاسبوعين الاولانيين من السايكل الاف اس اتش والال اتش ماشيين اهم، لكن هتلاحظ ان الاف اس اتش مستوى اعلى شويه من الال اتش. ليه؟ لان زي ما قلت لك الاف اس اتش هو الايه الكوماندا او هو الرئيس بتاع الاسبوعين دول مسؤوليته. طول ما هم ماشيين كده ايه اللي هيحصل بقى في الاوفري؟ الاف اس اتش زي ما قلت لك هينزل على الاوفري، وظيفته يعمل ديفلوبمنت للاوفريان فوليكلز اللي هكلمك عنها دلوقتي، لكن هكبر بس الجزئية دي او المساحة دي عشان نشوف الاوفري بالتفصيل هيحصل فيه ايه تحت تأثير الاف اس اتش. الاف اس اتش هينزل على الاوفري يلاقي حاجة اسمها البرايمورديال فوليكلز. هذه البرايمورديال فوليكلز هي الفوليكلز اللي البنت مولودة بيها، بيقولوا العلماء بيقدروا عددها بحوالي 400,000 يعني 400,000 فوليكل البنت مولودة بيهم في كل اوفري. البرايمورديال فوليكلز عباره عن الاوفم اللي حضرتك شايفها اللي في النص دي اللي المفروض هيحصل لها فيرتلايزيشن، انما محاطه بسنجل لاير من خلايا رفيعه كده بيسموها سترومال سيلز. ده الوصف اللي انا هوريه لك بعد شويه حتى بالميكروسكوب، ده الوصف الدقيق لكلمه برايمورديال فوليكل. تفضل هذه الفوليكل بهذا الشكل طول ما البنت صغيره ولم تصل الى مرحله البيوبرتي. عند البيوبرتي بقى يبتدي الاف اس اتش زي ما قلت لك البيتويتري تطلع بكميات، يبتدي ال اف اس اتش يروح للبرايمورديال فوليكل يعمل لها ديفلوبمنت او جروس. هتبقى اولى علامات الجروس ايه؟ ان هذه الخلايا اللي هي المحيطه بيها اللي هي الخلايا الرفيعه اللي اسمها سترومال سيلز تتحول عددها يكتر وتكبر في الحجم وتتحول الى كيوبيك سيلز. في الحاله دي بدات تتحول لحاجه اسمها برايمري فوليكل، يعني من برايمورديال يعني بدائي او اولي الى حاجه اسمها برايمري. ثم تحت تاثير ال اف اس اتش برضو هذه البرايمري فوليكل الصف الخلايا ده يبقى صفين وثلاثة واربعة، يعني ايه هتزيد الجروس هيزيد.
وهذه الفوليكل تبقى اسمها سكندري فوليكل. هتبتدي بقى تشوف حضرتك هنا نوعين من الخلايا مش نوع واحد. يعني الاوفا ما هي ابتدى بقى الايه الخلايا اللي كانت محيطه بها دي بقت صفين او ثلاثه، دي هتبقى اسمها جرانيولوزا سيلز اللي هي الخلايا الحمراء دي. ثم بدات تظهر طبقه اخرى من الخلايا ما كانتش موجوده هنا اللي هي الخلايا الزرقاء دي. الخلايا الزرقاء دي اسمها فيكا، فيكال سيلز. الفيكال سيلز دي مهمه جدا وهقول لك ليه مهمه دلوقتي. ثم تحت برضو تاثير الاف اس اتش، كل ده بيتم في خلال الاسبوعين الاولانيين، يبتدي الخلايا برضو اللي هي الجرانيولوزا سيلز دي عددها برضو الصفوف تكتر، تبقى مثلا 3 4 صفوف وهكذا، ويبتدي يتكون بينها فراغات. هذه الفراغات تبقى فيلد بفلويد بيسموه فوليكولار فلويد، وهذا الفوليكولار فلويد بيبقى مليان هرمونز، مليان استروجين، بيبقى كده اسمها ايه تيرشري فوليكل. ثم يجي برضو الاف اس اتش ايه ها يعمل مور ديفلوبمنت مور جروس. الفراغات اللي حضرتك شايفها دي هتلتحم مع بعضها كده وتكون فراغ واحد كبير اسمه انترم، ودي تبقى اسمها الايه الماتيور جرافيان فوليكل. جرافيان فوليكل نسبه للعالم اللي وصفها كان اسمه جراف فسموها جرافيان فوليكل كده. الاف اس اتش يقول لك انا مهمتي كده، انا اديت اللي عليا، انا كده في اسبوعين اهم عملت لك ديفلوبمنت، جبت لك الايه الفوليكل الصغيره خالص، وصلتها لك لكلمه ايه انها بقت زي العروسه، بقت جاهزه بقى. المطلوب دلوقتي ان عايزين هرمون يفرقع بقى دي، يحصل رابشر للجرافيان فوليكل وهذه الاوفم تخرج عشان يحصل لها فيرتلايزيشن. يجي بقى دور الثاني الهرمون اللي هو الايه ال اتش. بس قبل ما هقول لك ال اتش، قبل ما هبتدي النص الثاني من السايكل واقول لك الاحداث، احنا كاننا هنقف لحد يعني ايه احنا بنوصف الاسبوعين الايه الاولانيين بشكل سينكرونس. لسه عايز اوصف اللي بيحصل في السكس هرمون وفي الاندوميتريوم برضو في خلال الاسبوعين دول. بالنسبة للسكس هرمونز اللي هو الاستروجين والبروجستيرون، انا قلت لك لسه من شوية ان اثناء ما هذه الفوليكل اللي بيحصل لها ديفلوبمنت في المشوار بتاعها كده، هي عمالة تصنع استروجين وبروجستيرون، بس استروجين بشكل رئيسي هو الاساسي. الاستروجين هتلاقيه بقى الخط الاحمر ده كده، هتلاقيه يطلع يفضل يطلع طالع كده كأنه ايه المستوى بتاعه بيزيد طول ما الفوليكلز ماشية الحجم بتاعها بيزيد. البروجستيرون برضو موجود لكن دوره مش مطلوب دلوقتي قوي، فهتلاقي البروجستيرون بيطلع برضو من الفوليكل بس بكميات صغيرة وكميات ستيدي، يعني ما بتزيدش ولا حاجة في خلال الأسبوعين دول. ليه بقى القصة دي بتحصل؟ ليه الاستروجين هو اللي مطلوب في الأسبوعين الأولانيين وهو الهرمون الرئيسي؟ ننزل بقى على الاندوميتريوم. الاستروجين بيجيب الاندوميتريوم يعمل له ديفلوبمنت، يعمل له حاجه بيسموها بروليفيريشن. يعني الاندوميتريوم لايننج في الاول بيبقى حاجه رقيقه جدا كده، تحت تاثير الاستروجين يبتدي الاستروجين يزود الايه السكنس بتاع الاندوميتريوم، هيبتدي السكنس يفضل يزيد طول الاسبوعين دول اللي احنا بنسميهم، لو احنا بنتكلم على لو بنوصف في اليوترس دي اسمها بروليفراتيف فيز، لان بيحصل بروليفيريشن للاندوميتريوم. اذا كنت عايز تتكلم على الاوفري وتقول الاسبوعين دول اسمهم ايه في الاوفري، دول اسمهم فوليكولار فيز، يعني عشان ما تلخبطش. انت لو قلت فوليكولار فيز يبقى انت بتقصد الاسبوعين دول الاحداث اللي بتحصل في الاوفري اللي هو الديفلوبمنت اوف ذا فوليكل. اذا كنت هتتكلم على اليوترس وما يحدث في الاندوميتريوم خلال الاسبوعين الاولانيين، دول اسمهم بروليفراتيف فيز. ايه هي البروليفراتيف فيز؟ زي ما قلت لك تحت تاثير الاستروجين، الاستروجين بيزود الثيكنس والديفلوبمنت بتاع الاندوميتريوم. ليه بيعمل كده؟ علشان الاندوميتريوم يصبح جاهز للايه للامبلانتيشن، لان الاندوميتريوم دلوقتي متوقع ان الاوفم دي هيحصل لها او الفوليكل جرافيان فوليكل دي هيحصل لها رابشر والاوفم دي هتخرج ويحصل لها فيرتلايزيشن، فهو لازم يكون جاهز لاستقبال الايه الامبريو اللي جاي او اللي هو الزيجوت اللي جاي، فلازم يبقى الثيكنس بتاعه يعني مستعد. فده دور الاستروجين. يبقى الاستروجين دوره البناء، بناء الاندوميتريوم، يعني الهايبربليزيا اللي بتحصل في الاندوميتريوم، الثيكنينج اللي بيحصل ده كده. تقريبا احنا يعني قلنا الاسبوعين الاولين وما يحدث فيهم. تعالى بقى نبتدي الاسبوعين الايه التانيين من السايكل، نبتديهم بالميد سايكل كده عند اليوم ال14. ادى الاف اس اتش كده يقول والله انا كده مهمتي انتهت، عملت اللي عليا وانا كان دوري اساسا في الاسبوعين الاولانيين واديتهم بنجاح. يجي الايه ال اتش يقول له انا هستلم منك بقى ابتداء من الميد سايكل. يبتدي ال ال اتش بدايه شغله بانه عامل حاجه اسمها ال اتش ال اتش سيرج. سيرج يعني كما لو كان اللي هو بيك، بيعمل هاي بيك. الهاي بيك اللي بيبتدي بيها ايه الغاره اللي بيعملها دي، هي دي اللي هتفرقع او هتعمل رابشر للجرافيان فوليكل عشان هذه الاوفم
تخرج والمفروض ان يحصل لها فيرتلايزيشن. ما كانش ممكن يحصل الرابشر ده ولا ان الاوفم تخرج من الجرافيان فوليكل الا بايه؟ بالسيرج اللي انت شفته ده. لو ما حصلش هذا ال اتش سيرج عند الميد سايكل الاوفم دي مش هتخرج، فيبقى كده ال اتش ابتدى شغله بالقصه دي. طيب هل هيقف لحد كده ال اتش؟ لا، ال اتش لسه ما زال يعني طبعا هينزل شويه، انما هيفضل مستمر والليفل بتاعه هتلاحظ انه اعلى شويه من الايه، من الاف اس اتش، لان الاسبوعين دول بتوعه بقى. بعد ما الاوفا دي هتخرج وهنشوف مصيرها ايه دلوقتي، ما يتبقى بقى من الجرافيان فوليكل اللي هو الجرانيولوزا سيلز اللي انا حكيت لك عنها والثيكال سيلز اللي هي كان الكفرنج بتاعها، هيتكوم على بعضه كده ويتحول لحاجه اسمها كوربس ليوتيوم. هذا الكوربس ليوتيوم هيفضل ال اتش يقول له اوعى تموت، انا احنا محتاجينك ال 14 يوم دول، مش معنى ان الاوفا خرجت يبقى لا دورك انتهى، لا. هذا الكوربس ليوتيوم مطلوب جدا علشان هو ده اللي هيطلع لنا البروجستيرون، وهنشوف ليه دلوقتي. الكوربس ليوتيوم هيفضل عايش لمدة 14 يوم، وبعدين بعد ال 14 يوم بقى ربما يحصل له ديجنريشن ويتحول لحاجة اسمها كوربس البيكانز، او يفضل مكمل لمدة 3 شهور. طيب كونه يفضل مكمل لمدة 3 شهور او كونه يموت بعد 14 يوم ويبقى خلاص ديجنريتد، هذا يعتمد على مصير الايه؟ الاوفم دي، ما اذا كان هيحصل لها فيرتلايزيشن او ما حصلهاش فيرتلايزيشن، يبقى مصير الكوربس ليوتيوم متعلق بمصير الاوفم دي. طيب تعال بقى ايه، ننزل برضو نشوف السكس هرمون يحصل فيها ايه، ونشوف الاندوميتريوم يحصل فيه ايه، ونربط الاحداث ببعضها. كده الاستروجين برضو قال لك انا عملت اللي عليا والله، عملت لك ديفلوبمنت للايه؟ للاندوميتريوم، وصلته للفول ثيكنس بتاعه، وانا كده اديت دوري وانا خلاص يعني انا في النص الثاني من السايكل، هحاول ان انا اهدى شويه بقى. واستلم مني انت بقى يا هرمون اللي اسمك بروجستيرون اللي كنت نايم طول ال 14 يوم الاولانيين دول. يبتدي البروجستيرون يعلى في الايه؟ في اللي هم الاسبوعين دول التانيين دول، يبتدي البروجستيرون زي ما انت شايف كده مستواه يعلى جدا. طب يعلى ليه؟ هو جه منين اصلا؟ هو كان يعني كان ماشي كده. ابتدى يجي هنا بقى اكتر عشان الكوربس ليوتيام اللي انا قلت لك عليه ده. الكوربس ليوتيام هو ده اللي بيطلع البروجستيرون، وبيطلعه تحت امرة مين؟ مين اللي بيأمره؟ ال LH اللي هو الهرمون اللي طالع من البتويتري. ايه بقى وظيفة البروجستيرون؟ ليه بيعلى كده من النص الثاني من السايكل؟ بيعلى للسبب الوجيه الاتي، انه الاندوميتريوم اللي حضرتك شفته كده وصل للايه؟ للفول ثيكنس بتاعه عند اليوم ال 14، لازم البروجستيرون يفضل محافظ عليه. طب يفضل محافظ عليه ليه؟ علشان لكي لا يحدث له اي انهيار، ما يحصلش كولابس، لانه الاندوميتريوم متوقع ان الاوفم دي تجيله فيرتلايزد في اي يوم، مش لازم اليوم ال 14، ممكن اليوم ال 15 ال 16 وهكذا. فيبقى احنا المطلوب ان اليوترس او الاندوميتريوم يفضل محافظ على الثيكنس بتاعه اللي هو بناه الاستروجين. يعني ما بناه الاستروجين، مطلوب بقى ان البروجستيرون يحافظ على الثروة دي انها لا تفقد، ما يحصلش انهيار. طيب ما يحصلش انهيار لحد امتى؟ يفضل البروجستيرون عالي كده لحد امتى؟ لحد ما نشوف مصير ايه؟ الاوفم اللي خرجت دي. يبقى انا عندي تو سيناريوز دلوقتي. والله اذا كانت الاوفم دي ما حصل لهاش فيرتلايزيشن، يعني خلاص فقدت كده، يقوم يفضل الكوربس ليوتيوم بيطلع البروجستيرون، لكن يجي بقى البروجستيرون يبتدي يقل لان الكوربس ليوتيوم هيموت كده خلاص، يقول لك انا خلاص ما لناش دور بقى، والله الاوفم اللي خرجت دي ما فيش امل انها تبقى فيرتلايز، عدى الوقت بقى خلاص. وبناء عليه يجي بقى اول ما البروجستيرون يبتدي يوطى كده يقوم يحصل انهيار مفاجئ في الاندوميتريوم، يبتدي الاندوميتريوم ينهار ويحصل له كولابس ويحصل منستريشن، يحصل بليدنج. اما اذا كان هذه الاوفم حصل لها فيرتلايزيشن، يعني في امبريو اتزرع هنا وحصل امبلانتيشن، يبقى انا بقى مطلوب ان انا افضل محافظ على هذا الاندوميتريوم فتره اطول. يوم ال LH في هذه الحاله يبعت يقول للكوربس ليوتيوم، يقول له اوعى تموت، اوعى يحصل لك ديجنريشن، لان في امبريو اتزرع هنا في الايه؟ في اليوترس، ومطلوب ان الاندوميتريوم يفضل محافظ على الثيكنس بتاعه لمده اطول. طب لمده قد ايه؟ قد تصل الى 3 months، 3 شهور كاملين. يفضل الكوربس ليوتيوم عايش لمده 3 شهور كاملين علشان يفضل محافظ على مستوى البروجستيرون. طول ما البروجستيرون مستواه عالي عمر ما يحصل انهيار في الاندوميتريوم ابدا، ولا عمر يحصل منستريشن، ولا عمر الاندوميتريوم يطرد اللي فيه، كانه البروجستيرون ده هو الهرمون اللي بيحافظ على البريجنسي. بمعنى اخر نطبق ده تطبيق كلينيكي، لو حضرتك مثلا واحده ست سيده جات لك في العياده وبتقول لك والله انا ربنا كرمني السنه دي وهطلع ايه الحج،
وانا خايفه ان يحصل لي المنستريشن اثناء الحج فالمناسك هتبوظ. طب المطلوب ايه يا دكتور؟ شوف لي دواء ياخر المنستريشن. كل المطلوب او كل الفكره هتبقى معتمده على ان حضرتك عرفت فهمت بقى الكلام ده، مين اللي بيحافظ على ان الاندوميتريوم يفضل محافظ على نفسه ولا ينهار وما يحصلوش كولابس وما يحصلش بليدنج؟ هو الهرمون اللي اسمه البروجستيرون. يبقى الطبيب المعالج هيديلها اي دواء فيه بروجستيرون. طول ما البروجستيرون عالي في دم الست، طول ما الاندوميتريوم مستحيل يحصل له كولابس ولا انهيار ولا يحصل ابدا منستريشن. ممكن تفضل كده شهر اتنين تلاتة زي ما حضرتك عايز، تفضل معلي البروجستيرون عمر ما يحصل لها ايه المنستريشن. تعال بقى نقول العكس، افرض ان حصل لاي ظرف مثلا بريجننسي، وهذا البريجننسي غير مرغوب لاي سبب، يعني عندنا اسباب ميديكال كتير جدا تخلينا ننهي الايه البريجننسي ونعمل حاجه اسمها ميديكال ابورشن. هنفرض ان في ست حصل لها امبلانتيشن وحامل وهي مش ايه لا ترغب في هذا الحمل، هتروح للطبيب. الطبيب ان رغب ينهي هذا البريجننسي او يعمل ميديكال ابورشن. هو عارف ان اللي محافظ على الاندوميتريوم ومحافظ على البريجننسي ومحافظ على اليوترس هو البروجستيرون. طيب جاي منين؟ جاي من الكوربس ليوتيم. هو مش هيقدر يعطل الكوربس ليوتيم. طب والحل ايه؟ الحل انه يدي حاجه بلوكر بسرعه، يدي اي حاجه تقفل تاثير البروجستيرون، يدي حاجه اسمها بروجستيرون بلوكر. اول ما تدي بروجستيرون بلوكر بالظبط كانك منعت البروجستيرون، يحصل انهيار مفاجئ للاندوميتريوم، يحصل بليدنج ويطرد اللي فيه ويحصل ميديكال ابورشن. انا كده قلت معظم الحاجات اللي انا عايز اقولها لك في الجزء ده، لكن في جزئيه تتعلق بالبايوكيمستري اكتر برضو عشان بالمره يبقى اقول ده كل الاجزاء اللي احنا محتاجينها بعد شويه عشان ما نكررهاش تاني. هكبر الجزء ده عشان انا عايز اقول لك بالظبط الاستروجين والبروجستيرون بيتصنعوا ازاي بواسطه هذه الفوليكلز، لان دي جزئيه يعني الى حد ما يعني ممكن حد ينكشك فيها. فهكبر الجزئيه دي كده ونشوف ايه بعض التفاصيل يعني اللي ممكن تدفعك. انا قلت لك من شويه ان الفوليك الاثناء ما هي ماشيه كده بيحصل لها ديفلوبمنت، الطبقه المحيطه بالاوفم تتميز الى نوعين من الخلايا، نوع اسمه فيكال سيلز والنوع الثاني اسمه جرانيولوزا سيلز. انا هاخد جزء كده بسيط من يعني الجزء ده كده وهكبره اكتر، هنكبره هنا يعني هشوف الخلايا الزرقاء دي اللي هي الفيكال سيلز والجرانيولوزا سيلز بشكل اكبر شويه ونشوف الهرمونز بتتصنع ازاي. حضرتك لو انا عملت كده الجزء الازرق ده اللي حضرتك شايفه دي الخلايا الزرقاء اللي هي المفروض اللي هي الفيكال سيلز اللي هي اللي بره دي، والخلايا اللي هي بالاحمر دي بالاورنج اللي هي الكيوبك سيلز دي المفروض انها الخلايا اللي هي الجرانيولوزا سيلز. اكتشف الناس بقى اللي بيدرسوا الحكايه دي ان السيكال سيلز اللي هي بره دي هي دي اللي بتصنع الهرمونات كلها، بس اكتشف حاجه عجيبه ان الثيكال سيلز لما بتيجي تصنع ما بتصنعش بروجستيرون واستروجين، لا دي بتصنع بروجستيرون واندروجين. اندروجين اللي هو الهرمون اللي هو التستوستيرون. الله، امال الاستروجين ده جه منين؟ وجد بقى الاتي ان الثيكال سيلز دي هي المصنع الحقيقي اللي في الاوفري، هي بحقيقي هي دي هي الخلايا اللي بتصنع كل الهرمونز. انما الاندروجين اللي هتصنعه ده بقى هيدخل جوه الجرانيولوزا سيلز، يعني بعد ما تصنعه فيكال سيلز هيحصل له ديفيوجن جوه الجرانيولوزا سيلز، يقوم يشتغل عليه انزيم اسمه اروماتيز انزيم، هذا الانزيم موجود في الجرانيولوزا سيلز، يقوم يحول الاندروجين الى استروجين. يبقى انت عرفت كده مصدر الاستروجين جه منين. يبقى البروجستيرون خلاص مش محتاج حاجه، انما الاندروجين اللي هيتصنع ده بالفيكال سيلز مطلوب انه يتحول الى استروجين بالاروماتيز انزيم. ليه بقول لك بقى المعلومه دي؟ لان المعلومه دي احنا هنحتاجها بعد شويه لما اجي اقول لك والله انا في احيانا ببقى مش عايز اسمع سيره الاستروجين خالص، وهقول لك ليه بعد شويه. لو حضرتك مش عايز تسمع سيره الاستروجين خالص في جسم الست كما لو كان ما عندهاش استروجين نهائي، كل المطلوب ان انت تجيب دواء كده يقوم قافل هذا الاروماتيز انزيم، يعمل له انيبيشن. إذا عملت الحركة دي لن يتحول الأندروجين إلى استروجين وخلاص، يبقى أنت كده عملت إيه يعني عيلة اسمها أروماتيز إنهيبيتورز ومنعت تكوين الأستروجين. كده نبقى خلصنا الجزء بتاع الفسيولوجي، بس أنا عايز أوري لك قبل ما أدخل بقى على الجزء الثاني أوري لك الفوليكلز دي، أقول لك صورة حقيقية بالميكروسكوب للمراحل المختلفة يعني. دي صورة حقيقية يا شباب للهيستولوجي بتاع الأوفري. اللي على اليمين ده كده اللي حضرتك شايفها دي البرايمورديال فوليك، يعني ده كما لو كنت حضرتك واخد سلايد كده من اوفري في بنت صغيره لم تبلغ البيوبرتي لسه.
هتلاقي كل الفوليكلز الموجوده زي ما حضرتك شايفها كده، دي الاوفم اللي في النص، دي الاوفم ومحاطه بطبقه واحده من الخلايا اللي اسمها سترومال سيلز اللي احنا شفناها اللي كان اسمها برايمورديال فوليكلز. تفضل الفوليكلز بالشكل ده لحد ما البنت تصل الى سن المينارك. عند سن المينارك بقى يبتدي الاف اس اتش يعلى، يبتدي يعمل ديفلوبمنت وجروس لهذه الخلايا اللي كانت اسمها سترومال سيلز، فتتحول من كونها سبندل شيبد سيلز الى كيوبك سيلز، وتبقى بدل ما كانت سطر واحد كده تبقى صفين وثلاثه واربعه. دي بقى اللي اسمها سكندري فوليكل. ثم برضو الاوفم جوه في النص اهي. ثم بعد شويه الخلايا اللي هي الجرانيولوزا سيلز دي بقى هيتكون منها فراغات، والفراغات دي تلحم مع بعضها وتكون فراغ كبير اسمه انترم، وتصبح بقى الاوفم دي او الفوليكل دي، بلاش اوفم بقى، الفوليكل على بعضها كده تبقى اسمها جرافيان فوليكل. هي دي الجرافيان فوليكل بالظبط كده شكلها كده، وهي دلوقتي مستنيه ال اتش يجي ال اتش. لو ال اتش عمل سيرج دلوقتي طلع بغزاره كده يقوم دي مفرقعه والاوفم دي خارجه، حصل لها فيرتلايزيشن، والخلايا بقى اللي حضرتك شايفها دي اللي هي المحيطه الجرانيولوزا سيلز والثيكل سيلز اللي هي اللي بره دي، السطر اللي بره ده هيتكربس على بعض ويتحول للكوربس ليوتيم اللي هو بيطلع البروجستيرون بالطريقه اللي انا قلت لك عليها من شويه. خلصنا كده الجزء بتاع الفسيولوجي، ندخل بقى على الجزء بتاع اللي هو او ندخل على الفارماكولوجي بقى بتاع السكس هرمونز اللي هي الاستروجين والبروجستيرون والكونتراسبتيف بيلز، وقد يكون ده الجزء اللي انت محتاجه في الفارماكولوجي.